بعض الطلاب هدانا الله إياه لا يحفظ ولا يرغب في الحفظ أصلا، ولا يريد أن يسير على الطريقة التي خطها لنا العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا يحفظ، وإذا قلنا له احفظ مثلا المتون التي نصح بها العلماء كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد بلوغ المرام، يقول: لا، أنا مشتغل بحفظ القرآن. نعم صحيح، تبدأ بحفظ القرآن، لكن إلى متى؟ إلى متى؟ كم من الوقت تحفظ القرآن؟ هل 10 سنين 20 سنة؟ لا، يجتهد، ممكن في 6 أشهر الطالب يحفظ القرآن.